ما هو المرض الذي أنهى حياة الفنان الراحل صلاح السعدني؟ صباح أمس الجمعة توفي عمدة الدراما المصرية عن عمر 81 عاماً. احتار الكثيرون في سبب الوفاة، خصوصاً أن الفنان لم يكن يعاني من الأمراض. مرض واحد أثر سلباً على أجهزته الحيوية، الانسداد الرئوي المزمن COPD، مرض عانى منه الفنان الراحل لسنوات طويلة. هذا المرض من أعراضه صعوبة التنفس، ومع الوقت يصاب المريض بانتفاخ في الرئة، إلى جانب إصابته ببعض أمراض الشيخوخة، خصوصاً أنه تجاوز 80 من العمر. كان يتلقى علاجه من المنزل لأنه كان يكره المستشفيات والذهاب إليها. عائلته كانت توفر له كل سبل الرعاية الصحية في المنزل، وكان يقضي أيامه الأخيرة مع عائلته وأحفاده وزوجته. مشاهدة التلفزيون ومتابعة أعمال نجله أحمد كانت هوايته المفضلة في أيامه الأخيرة، إلى جانب متابعته لمباريات كرة القدم. ما هو أفضل دور قدمه الفنان الراحل صلاح السعدني في وجهة نظرك؟